بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بعد ان من الله علينا نحن المجالس التاليه اسماءهم من المهجرين في جنوب العاصمه دمشق والتي تعاني منذ اكثر من 4 سنوات حصارا خانقا. لقد تم بعون الله عز وجل تشكيل اللجنه الاغاثيه لشؤون المهجرين بجنوب العاصمه دمشق والتي تضم المجالس التاليه: مجلس الحسينيه، مجلس الزياريه، مجلس التضامن، مجلس المحافظات، مجلس التركمان، مجلس عقربة، مجلس السيدة زينب، مجلس الحجر الأسود، مجلس مضافة أهل حوران، مجلس السبينة، تحت مسمى واحد وهو اللجنة الإغاثية لشؤون المهجرين بجنوب دمشق. وعليه تقرر نحن أعضاء المجالس المذكورة نظرا للظروف القاهرة التي نعيشها نحن المهجرين بجنوب دمشق، قمنا بتشكيل اللجنة الإغاثية لشؤون المهجرين. وتعتبر هذه اللجنة بممثليها هي الكيان الوحيد المخول بالتحدث باسم المهجرين في جنوب دمشق ومخاطبة كافة المنظمات الإغاثية والحكومات ومنظمات الأمم المتحدة وغيره من أجل تحسين واقع المهجرين. ونرجو من جميع الجمعيات والمؤسسات المتواجدة في جنوب دمشق بأن تتعاون مع هذه اللجنة لشؤون المهجرين سواء كانت في الداخل أو الخارج لكي تقوم هذه اللجنة بعملها على أكمل وجه. وبناء عليه فإنه لا يحق لأي جهة بالتحدث باسم المهجرين في جنوب العاصمة دمشق إلا من خلال هذه اللجنة. كما أننا نناشد جميع الهيئات والمؤسسات الخيرية والإغاثية والفعاليات المدنية في الداخل السوري وخارجه على تقديم العون للمهجرين المحاصرين في جنوب العاصمة دمشق والتي تعاني ما تعاني من حصار وقهر وظلم من ويلات الحروب، حيث يعيش المهجرين بحالة من الفقر الشديد مع ارتفاع أعداد الأرامل والأيتام والمعاقين والمرضى، بالإضافة إلى ارتفاع عدد العائلات التي لا تجد ما يعينها على العيش إلا الله سبحانه وتعالى، علما بأن هذه المنطقة قد تناساها الجميع. والله ولي التوفيق.